الوطني لكرة القدم بلاكوتونو تحسبا لمواجهة منتخب بنين ضمن تصفية الجولة الرابعة من تصفية كأس أمم أفريقيا 2019. Pour le repos, pour la récupération, Inch'Allah, on a pris le match. Les matchs contre les équipes africaines. Donc voilà, le match aller, on a réussi à les gérer. Donc, je vous fais le match retour, Inch'Allah. Là, on a bien récupéré, Inch'Allah, qu'on a pris le match. Inch'Allah, fait akher. Le but, c'est d'abord ne pas encaisser le but. Voilà, le khadma t'a le moudarrab, le lab in. Je pense que les marquesins qui sont les marquesins à l'aljan de défaire. Voilà. السلام عليكم. باردون سي خرجين شي اليوم مباراه مهمه ضد المنتخب الوطني بعد الفوز في مباراه الذهاب. نقولوا الذهاب، كيفاش تشوف المباراه العوده هذه؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الحمد لله يعني وصلنا يعني بخير الى مدينه كوتونو في البنين، وكنا يعني نشوفوا استقبال حار من طرف يعني مسيرين الاتحاد البنيني لكرة القدم على راسهم السيد الرئيس تاع الاتحاد. والحمد لله درنا سفر يعني لاباس به، وكل اللاعبين لحقوا في ظروف حسنه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يعني في مقابله العوده هذه تكون يعني الروح القتاليه اللي شفناها في ملعب تشاكير يوم 12 اكتوبر، ولما لا العوده ان شاء الله بنتيجه يعني ايجابيه اللي تسمح لنا يعني من المقابله تاع يوم 16 باش يكون التاهل يعني لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله محقق، نقدر نقولوا يعني بصفه تامه. ولكن هذا الشيء لازم يعني مجهودات كبيره من طرف اللاعبين، اللي انا ما عنديش شك بانهم راحين يمدوا كل ما عندهم، والطاقم الفني يعني ان شاء الله واجد باش ان شاء الله نديروا مقابله تكون ان شاء الله في احسن ما يرام. شفنا يعني مباراه مصطفى تشاكر، ربما هذاك هو الفوز اللي كان ينتظر فيه الجميع، اللي نقولوا بلي صفحه جديده للمنتخب الوطني. شفنا فريق قوي وفي تحسن جيد خاصه في خط الدفاع. اول خرجه لسيد بالماضي في الجزائر بعد مقابله غامبيا، اظن بان يعني العوده الى ملعب تشاكير والجماهير الغفيره اللي كانت في الملعب، اللي يعني مره اخرى نشكروها على الحضور وعلى التشجيعات تاعهم طول المقابله. احنا مفتخرين يعني بسيد بالماضي والعمل اللي راه يقوم به في المجموعه، وشفنا يعني الفريق منسجم، روح قتاليه، روح المجموعه، وتدريجيا ان شاء الله اظن بان الفريق راح يتحسن الاداء تاعو، ونشوف بان يعني سيد بالماضي والطاقم تاعو راهم يعملوا في عمل كبير، ولما لا ان شاء الله مره اخرى العوده بنتيجه ايجابيه، ولما لا الفوز ان شاء الله من مدينه كوتونو. سي خضر نشوفك متفائل كثير، نقول عوده النتائج، عوده الروح للمنتخب هذا اللي كان بحاجه الى هذه النتائج، خاصه ونذكر التصريحات الاخيره اللي قلت انه النتائج هي اللي راح خسر المنتخب. شفنا مشاكل بعض صرات، لكن هذه المشاكل ما اثرتش ثاني على المنتخب الوطني. اليوم نقولوا انه المنتخب بدات تعود للروح.
حتى ولو يعني رانا نقوم بعمل كبير في الاتحادية في كل الأطراف من ناحية التكوين، من ناحية يعني الأشياء اللي نقوم بها، ولكن الفريق الوطني ألف مهم والنتائج نتاعو مهمة ولازم يرجع للواجهة إن شاء الله. بداية من أولا يعني التأهل تاعنا إلى كأس أمم إفريقيا، وبعدها إن شاء الله رايحين نوجدوا يعني هذا كأس أمم إفريقيا، يعني بيكون عندنا الوقت. ومع جمال بالماضي أظن بأن لقينا اليوم الرجل المناسب لهذا الفريق، لأن راه عايش يعني الأشياء اللي راه عايشها مع الفريق الوطني كأنه مازال لاعب، ويراه داير كل اللي يعني شيء اللي يعرفه واللي عاشه في الفريق الوطني باش يحطه في يعني في كما نقولوا احنا في كما قالوا يشجع به اللاعبين ويعمل في عمل اللي راح يخلي ان شاء الله اظن تعاود تنتج الروح لهذا الفريق ان شاء الله. تكلمت على التكوين اليوم، كانت اشاده من ممثل عن السفاره الجزائريه هنا في البنين، قال بلي يعني التكوين هو ما يخص الكره الجزائريه. شفنا بلي ديزونكوراجمون يجيو كان بارتو من الجزائر خارج الجزائر. انا الشيء حاب نديره وهو يعني نلم كل الجزائريين وكل محبين الكره وكل الاطراف الفعاله في هذا الكره القدم حول هذا المشروع. حقيقه الفريق الاول والالف مهم جدا، الفرق الوطنيه تاع الاصناف الصغيره مهمه، ولكن المشروع الاساسي اللي لازمنا نلمه كل عائله كره القدم هو الرجوع الى التكوين. احنا فرحنا البارح لما شفنا اتحاد العاصمه انطلق في المشروع نتاعو تاع بناء مركز التكوين. اظن بأن جمعية شبيبة القبائل انطلقت ثاني في المشروع نتاعها، ولما لا 10-15 فريق إن شاء الله على عبر كل القطر الوطني وخاصة في القسم الأول والثاني المحترف يعني انطلقوا في هذه المراكز. اللي بدون شك يعني بالعمل هذا بعد 5-6 سنوات الجزائر راح تنتج يعني لاعبين كبار اللي راح يسمحوا إن شاء الله للفريق الوطني باش يفوز بلما لا يعني النتائج تكون أحسن في المستقبل إن شاء الله. شكرا. Non, non, il faut pas généraliser. Aujourd'hui, il y a un match sur lequel la Ligue professionnelle, et ça a été appuyé par la Fédération algérienne de football. Je pense que le président de la Ligue professionnelle, ici présent avec nous, qui a accompagné la délégation au Bénin, a eu une très très bonne réflexion. Et ceci avec le concours également de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports et la Fédération algérienne de football. Parce qu'il y a une petite plaie qui est encore tout à fait fraîche entre les supporters du Mouloudia et du CSC. Je pense que les aspects sécuritaires sont importants. Et pour cela, l'interdiction du déplacement des supporters du CSC et la réciprocité sera également inchallah respectée, va permettre seulement de laisser un peu de temps pour que cette plaie se referme et de retrouver inchallah on va dire la plénitude et la quiétude au niveau des terres inchallah. Mais ce n'est nullement une généralisation de l'interdiction de déplacement des supporters, parce que petit à petit je pense que cette plaie va se refermer. Merci les amis.